بالعودة من جديد إلى سيد إيهاب أحمد، أحد ناشطي مدينة سامراء ومن كوادر إعلام الجامعة. سيد إيهاب مساء الخير، تسمعني؟ سيد إيهاب مساء النور عليكم وعلى متابعي قناة سامراء. تحية لك، تحية لك، شكرا جزيلا. أسمعكم بوضوح. نعم. سيد إيهاب، فلنستثمر الوقت ونبدأ بمجموعة مواضيع. أولا، كيف استقبلتم خبر تغيير الدكتور صباح علاوي وخروجه من رئاسة اللجنة المشرفة على إعلان سامراء عاصمة للحضارة الإسلامية؟ وهو خبر مؤسف. نحن ككوادر جامعة سامراء وكنخب وكأكاديميين في جامعة سامراء كنا نتأمل خيرا من قانون عاصمة سامراء عاصمة الحضارة الإسلامية للنهوض في سامراء، وكنا نستبشر بوجود السيد رئيس جامعة محترم على رأس هذه اللجنة، لكن للأسف تفاجأنا بهذا القرار المؤسف يوم أمس. كان هناك استياء شعبي واسع في قضاء سامراء. نعم. على المستوى الأكاديمي وعلى المستوى الشعبي جراء هذا القرار الأخير. طيب سيد إيهاب، يعني كيف يتناسب هذا القرار والموقع الوظيفي للدكتور صباح علاوي، وهل يعني حدثني كيف ترونه اليوم أنتم ككوادر جامعية مهمة؟ حقيقة هو القانون كان يجب أن يكون رئيس جامعة سامراء أيا كان، يعني مو شرط أن يكون دكتور صباح، هو يكون رئيس الجامعة، هو رئيس لجنة سامراء عاصمة الحضارة الإسلامية، رئيس اللجنة التنفيذية. لكن ما نراه من تدخلات اللجنة النيابية ومحاولة إقصاء السيد رئيس جامعة طبعا هو أمر مؤسف. نحن على ثقة بالسيد رئيس جامعة سامراء أن ينهض بهذا القانون وأن ينفذ مشاريع هذا القانون على أتم وجه للنهوض بسامراء. حتى سامراء اليوم في حالة يرثى لها، سامراء مدينة تاريخية، مدينة ضاربة في عمق التاريخ، تحتاج أن يكون هناك شخص نزيه، شخص قادر على أن يدير دفة هذا القانون وأن ينهض بواقع سامراء وأن ينفذ المشاريع المقررة على أتم وجه. طيب، يعني المجتمع السامرائي اليوم كيف استقبل هذا القرار المفاجئ؟ هل بدا رافضا لهكذا قرارات سريعة تؤخذ من دون استشارة أحد؟ نعم، هناك استياء وهناك رفض شعبي واسع. لاحظنا يوم أمس وقبل يوم أمس مئات المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. رافضة ومنددة بهذا القرار وتطالب بإبقاء السيد رئيس الجامعة على رأس هذا القانون، على رأس هذه اللجنة عفوا. وهذا مؤشر إيجابي على وعي الشارع السامرائي وإدراك إلى أهمية هذا القانون وضرورة تنفيذ هذه المشاريع بدقة عالية. لحقيقة سامراء تعاني من نقص في الخدمات بشكل واسع، وهذا القانون هو خلنا نقول ينقل سامراء إلى من مرحلة سيئة إلى مرحلة أفضل إن شاء الله. سيد إيهاب، هل هنالك تحركات مثلا من قبل وجهاء معينين، شيوخ عشائر في سامراء، من أجل إعادة الدكتور إلى منصبه من جديد، أو مطالبات مثلا؟ نعم، هناك مطالبات من شيوخ ومن وجهاء ومن عليا القوم في سامراء بإبقاء السيد رئيس الجامعة المحترم على رأس هذه اللجنة، مثل ما أسلفنا سابقا، لأهمية هذا القانون ولأهمية إنجاز هذه المشاريع. هناك مطالبات عديدة من شيوخ سامراء ومن علية القوم في سامراء. تعرفين أنت سيد رئيس جامعة، يعني خلال فترة وجيزة نقل جامعة سامراء من مرحلة إلى مرحلة أخرى، كانت أدخلها في تصنيفات أصلاً لم تكن موجودة فيها. نعم. موقع جامعة سامراء الإلكتروني يعني خلال فترة قصيرة تقريباً تجاوز 22 مليون مرتبة على تسلسل المواقع العالمية. إضافة إلى ما قدمت جامعة سامراء من إسناد القطاع الصحي في جائحة كورونا. حقيقة إذا يسمح الوقت ممكن أن نعم تفضل. باختصار نشير إلى ما عندك جامعة سامراء وما قدمت للقطاع الصحي في ظل هذه الجائحة. نعم سيد إيهاب أحمد، أحد ناشطي مدينة سامراء، شكرا جزيلا لكم ولكل هذه المعلومات. تحية لك، شكرا جزيلا.